عندي سلطة بابا غنوج باللبن رايب، بتنجان مشوي، فلفل مشوي، توم مشوي، طحينة، عصير ليمون، خل، زيت زيتون، فلفل حار، لبن رايب، بقدونس، كمون، ملح. ده السمك، قصدي الفلفل المشوي، مش عايز اطحنها، عايزها حبيبات. اوعي تستخسري حبة الجوز دول، ده خل اصلا بس بيخلي لي طعم جميل. ده ليمون، فلفل حار، كمون اساسي، حدايا، شطه، بقدونس، ادي ملح، اهم حاجه عند الخل. ادي التوم اهو المشوي، تخينه، يوجرت، الزبادي دي بتوديها في حته تانيه خالص.